السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس؟ كلشي مزيان ان شاء الله، تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. كما وعدتكم انا غادي نخدم معكم، نكمل معكم الموديل تاع القميص تاع الرجال. عندنا كما شفتوا خدمت معكم داك النهار فلطة صغيره، يعني سايه صغيره اللي كتشوف في السراول. دابا غادي نخدم معكم شي واحد جوج الموديلات، ولا نقول ثلاثه الموديلات، هما نفس الموديل واحد غادي يخرجوا فيه ثلاثه. غادي تتبعوا معايا. هيا قميص جايه اخرى غادي نفصلوها حتى هي، نفصلوها داكشي اللي خصنا حنايا. قلبناها على الظهر ديالها، هذا هو وجهها داخل، حنا قلبناها على الظهر، هذا الظهر. هيا من بعد كنجيبو، قربكم شويه من هنا باش تشوفوا الكيوط. العنق نطويوه من داخل داك الكول الكبير، كنجيو من هنا مع العنق، نخليو سنتيم من الدوره ديال العنق من هنا، كنخليو سنتيم وكنهبطو، كنهبطو هيدا التحريفه حتى لتحت اليد، تحت اليد كنخليو حتى هو سنتيم بين الخياطه ديال اليدين، التحريفه ديال اليد وبين الهبطه ديال النص، نخليو سنتيم وكنهبطو بالرشمه من تما، كنرشمو. وهذا عاود نفس الشيء، كنعوضو هيدا هو بنفس الطريقه، كنخليو سنتيم من هنا وكنهبطو هيدا سنتيم من تحت اليد، وكنحرفو كنقطعو من تحت بحال هذا الشكل، هذا بحال هيدا، هذا كان كيبان لكم بحال هذا هيدا تحت تحت التحريفه ديال اليد سنتيم. من بعد كنقطعو، كنقطعو هذا من هنايا كامل، والجهه اخرى بحالها، يعني كنقطعو غير الجهه الدوره ديال الكتف هي اللي كنقطعو. مقطعه انا كنت عندي قميصه اخرى مقطعه، قميصه يعني مقطعه اخرى، ها هي كيف كتجي. هذا هو النص من تحت كيجي، وكنزولو غير ديك الجهه اللي كتبقى لنا الفوق، غير من هنا العنق كنقطعوها كما كتشوفوا هيدا بالطرف، كنقسموها على النص، يعني الوجه كيجي صحيح كامل والظهر كيجي النص درت بحال الفلده سايه، ومن هنا لهنا اللي كنقطعو، والوجه كيجي صحيح بحال هذا الشكل، هذا كما كتشوفوا هذا هيدا كيجي صحيح الوجه بحال هذا الشكل، هذا كيجي الوجه، والظهر كيجي النص بالنص، يعني النص الفوقي مقطع كنزولوه من الظهر، غير من الظهر كنزولو النص، كنخليو الوجه كامل هابط كامل، والظهر كنزولو غير النص الفوقي من هنايا من هنا كما كتشوفوا معايا هيدا. دابا هنايا كنشبروها، هادي باش نعملو بها الديلانطا، يعني طابلية ديال الكوزينة، وفي نفس الوقت تقدر تخدم حتى كسواد البحر، البنيتات يعني اللي كيعمو بالمايوس والبانيادوريس وداكشي، يعني فيها شوية السترة كتجي مزيونة لبيسة، من مورا ميخرجو من الما كيبقاو مقعددين متولين وكتجي مزيونة. هادي كطويلة من هنايا كنعمل واحد السنتيم ديال الخياطه من هنا بحال هذا الشكل، هذا بالماكينه ولا بيدك كما حبيتي، داكشي انت الموجود عندك، وكتعمل لها لاستيك القومه كتجي من هنا، من هنا من الخياطه هذه ديال الجناب حتى الخيط، حتى الخياطه ديال الجناب اخرى حتى لهنا كتجي القومه، كتجي هيدا، وهذا من هنا غير كيتخيط هيدا عادي وصافي، كيمشي بالنقشه ديال الماكينه باش ما كيبقاوش هذاك الشناتف وهذاك الديفوس يعني كيبقاو يبانو. وكاين تقدر تعمل لها بلي بحال مثلا انا غنعمل لها بلي، ولكن بالاحسن بالاحسن لاستيك كيجي احسن، لاستيك كيكون عملي بزاف يعني وكيمشي في جميع القياسات، يعني واخا يكون مادام نص ديالو واسع ولا شي حاجه تقدر تجيه البلي كيبقي حكمك، كيخلي لك شي يعني فين تحرك مزيان، ما تقدرش تلبسها غير الا كانت القياس ديالك بالضبط، وغتضطر تبقى تفسخ الصدايف ديالها. دابا ساعة ملي كتكون لاستيك ما كتبقاش تفسخ الصدايف، دابا ساعة تقدر تخليها غير هذا تخلي الصدايف ديالها مجدودين وتزولها واخا بصدايف مجدودين، يعني غير هاد لاستيك هو كيعطيك فين الدور معاها بحال هاد الشكل. هذا غير كنعطيكم افكار، وانتم تبارك الله عليكم كتبدعوا في الشيء، يعني كل واحد ملي كيبيع من شي حاجه كتبقى طيح عليه الافكار وكيخدم داكشي هو اللي كيصلح له هو بحال هاد الشكل. هذا هيدا كتجي من اللورا، كتجي هيدا، انا غنعمل على المانكا باش تبان لكم مزيان كتر، كما قلت لكم هذه تقدر تخدم حتى لكسيوات البحر، البنات كبارين، البنيتات ستيتوين، حتى البنيتات ستيتوين كيجيو مزيونين، كيجيو بزاف مزيونين، اني يقينو كيجيو حلوين. هيدا يعني القميصة د خواتم حتى هما يفصلوهم لهم اماهم تعدلهم لهم، حتى هادشي صراحة مكيطلب لا معلم ولا معلمة، هادشي ساهل بزاف بزاف بزاف، شوية د الافكار مع شوية د الخطر وكلشي كيتعدل. انا غنعملها في المانكا ان شاء الله وغادي نوريها لكم. هي كما قلت لكم كتجي فوق المانكا، كتجي بهذا الشكل، هذا من هنا الوجه كيجي كامل مجدود، يعني القميصه كتبقى الكميصه كتبقى بالشي ديالها بالحاله ديالها كما هي، ما كنزولو منها حتى حاجه، نزولو غير الظهر، انا غندورها وتشوفوها كتخيطوها من هنا من الجناب، كتخيطو من القشه الخياطه هذه كتبان هيدا ماشي نتفه، كتخيط كامله من داخل
الماكينه وبدت كما حبيتو. بالنسبه لهذا العنق هذا انا عدلته، ولكن انا زولت له هذه الشيشفه هذه، ما خديتهاش، خديت لها الشيشفه هذه قطعت هذه الوساده بالماكينه من فوق من هنا، بقات غير بالشيشفه بلا كويو بلا هذا، هذا اللي زايد زولته له. ومن الظهر كتجي بهذه الطريقه هذه، ها هي بها كتجيب البلي اولا بلاستيك، بالاحسن بالاحسن بلاستيك، حيت البلي كتبقى يعني كتعيي في الخدمه باش تلبسها، كتجي بس لشويه باش خصك تفسخ صدايف كاملين باش تزول عليك، وهذا ملي كتكون بلاستيك تقدر تفسد على غير راس العنق وكتهبطها، كتجي سهله بزاف كما كتشوف، كتجي مزيونه بحال بحال كسيوه صغيره، بحال كسوه بلا ما عندهاش تاع، كما قلت لكم هذه يعني تجي حتى للبحر للبلايا تجي مزيونه. وهذا هو العنق، العنق ديالها هو حتى هو كنكفوا هذاك الزايد كندخلوه لداخل ونخيطوه، وكتجيب الشفه ديالها هيدا، كتجي مزيونه كتجي انيقه، حاجه مفيهاش حاجه صراحه، ما عندها حتى شي واحد، انتما هذه ديالكم بوحديتك، يعني اللي كتخيط اللي غتخيطها بالموديل غتخيطو ليها بوحدها انتو، هذا كيبقى موديل خاص، هذا سبيسيال كيبقى ديالك انتينا الانتاج ديالك وفكره وكلشي، هادشي اللي كاين. هذا كيجي بيه دابا هادو هنا جوج الافكار، هادي ديلانطا تخدمها ديلانطا في الدار وكلشي، ولا بغيتي تعملها في الدار نبحها كتعملها في الدار نبحها، غنوريلكم انا ديلانطا اخرى يعني طبليه، حتى هي بالقميجة بنفس الديكور نفس في الصاله وكلشي بحال هادي، ها كيما قلت لكم هادي كتخسخها وكتعملها هادي وكتزولها. نوريكم اخرى كما قلت لكم، ها هي طبليه اخرى ثانيه بكميسه اخرى، هي نفس الفصاله نفس الخياطه نفس كل شيء، يعني حتى حاجه ما مغير عليها، غير باش نقول لكم الظهر هو اللي كاين التغيير. بالنسبه للكل اللي قلت لكم ها هو مزول داك الكويو من هنا، كتبقى غير الشفه تبقى منقشه، ما كتجيش ثقيله في العنق، كتجي مزيونه. انا ملي كيكون كيدور في الكوزينه ولا شي كيخصو شي حاجه خفيفه باش ما يبزيتش عليه الثقل. انا غير كنت الظهر ديالها ها انتما، الظهر كتجي غير بالشرابط، شريطة جد الشريطات كيتقطعو يتفصلو التعقيم بحال هاد الشكل هدا، كتجيني الجنب جنب الديلانطا كتخيطها، خيطها لهنا في اللخ، خيط التحليفة خيط شريطة من هنا وشريطة أخرى متجابلين بحال هادي بالضبط في الجهة هادي، وكتدور كتجمع وكتربطها من هنا. صراحة في اللباس كتجي أحسن من فوق المنكة، حيت أولا المنكة ماشي قد القياس ديالها كبير، وثانيا اللحم د بنادم ماشي هي العظم د المانكا، قاصحه هذه قاصحه ما كتعطيش الفورما بحال من هنا، خاصها تدخل خاصها تجي هكذا كنجمع شي، ولكن ملي كيكون لابسه بنادم كتعطيه المنظر مزيان. هانتوما كيف كتجي وهنا بلا ما تشدو الصدافه هذه باش ما تضيقش عليكم، يعني هكذا كتبقى مزيونه، كتجي غزاله، كتجي لبسه دي لانطا مزيونه كتعمل الشغل، وانتينا ديما انيقه يعني فرحانه شي حاجه ديالك عدلتيها. باش نقول لكم واحد الحاجه اخرى، خرجت من نفس الكميسه هذه، هاد الكمايم كمايم ديال الكميسه، هادو الموطا اللي كيكونوا فيها البونيوس يعني اللي كيجيو فيها الصدايف بحال هاد الشكل هذا، كيجيو في الصدايف درجه كتجي كبيره واسعه، قطعتها ها هي قطعتها وخليت لها ديك الجهه اللي كتجي فيها الصدافه من هنا، شبرت عم بلتينيا صغيرة بالماكينة، حيت في وسط القومة باش كنجمع في اليد، ومن هنايا عاود من فوق الجهة الفوقية خليت الجهة واسعة كبيرة، هادي في الجهة اللي كتجي في الدراع من الفوق تعملها واسعة باش مكتزيحش على يدك، كتكون كتعمل الشغل في الكوزينة كتغسل القطيعات موان يعني، ولا كتحتاج كيكون عندك شي حاجة بحال دابا أنا كنعمل أشغال يدوية بزاف، عندي يعني الطلا عندي اللصاق عندي بزاف د الحاجات، كيكون لابسة يعني شي حوايج بعد ساعات كنكون مكنقدرش نعري يدي، عندي يدي كيقول برد ولا مهم بزاف الحاجات، كنعمل هذا أي حاجة، هذا كتلقى في كلشي، كتلقى في الوساخ وكتلقى في الما كتلقى في كلشي، كتبقى نقية كتبقى يدك نقية حوايجك نقيين، كتجي عملية كتكون مزيونة، يعني حتى إلا كنتي كتعمل شي حاجة فوق الطبلة ولا الرسم ولا شي حاجة بحال الطباشير باستيل ولا شي حاجة، أنا كنكون كنعمل الرسم ولا شي حاجة كيبقى توسخو لي حوايجي من هنا. صراحة جبرت هادو عمليين بزاف، وصراحة الكميسة كتكون كبيرة راه ما تعمل فيها واخا ما تكونش كبيره، داك الطروفه اللي كيشيطو كتجمعهم مع بعضهم كتعمل بهم ديكور، مثلا سريبتا ديال الكوزينه سريبتا كتمسح اليدين تمسح القاعد تمسح الكيسان، راه ما يكون فيها الصراحه، كتعمل كميسه وحده كتخرج من شحال من بياسه وكتجي متوله وانيقه وبالصحه والراحه وشكرا بزاف. هادو ثلاثه الافكار عطيتهمكم، يعني فريدات البحر جوج الكميسات، كميسه وحده كتخرج من فريدات البحر كتخرج ديلانطا طبليه ولا كتخرج طبليه اخرى بهذا الشكل هذا، وبالصحه والراحه وشجعوني ودعموني، وانا معكم دائما بالافكار جديده، وعندي الصراحه بزاف بزاف ما نعمل لكم ما نعمل معكم، وانتم تبعوني وان شاء الله يا ربي غتستافدوا وغتمتعوا بجوج، وشكرا بزاف.